توفنا مع الإيمان وارفع درجاتنا يا منجي المؤمنين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نسارع لهم بالخيرات بل لا يشعرون. من خشية ربهم مشفقون. بآيات ربهم يؤمنون. بربهم لا يشركون. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجهتهم لا إلى ربهم يسارعون في الخيرات وهم لها سارعون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها. ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجنون. لا تجروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. عليكم فكنتم على أعقابكم تعمصون. مستكبرين في سبيل تجرون. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. يمرون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فلدينا أمرهم وما لهم معرضون. أم تسألهم خرجك فخرج ربك خير وهو خير الرازقين. وإنك لتدعو إلى صراط مستقيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. وكشفنا ما بهم يضر أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة عليها ما تشكرون. وهو الذي أهلاكم في الأرض وإليه تشكرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. مثل ما قال الأولون. إذا وصلنا وكنا ترابا وإذا ما رأينا لمبعوثون. وقد علمنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. لله قل فلا تذكرون. من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون الله قل فلا ملكوت كل شيء ويجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون. سيقولون الله فأنى تسألون. بل اتيناهم بالحق وانهم لكاذبون. اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. علم الغيب وشهادة من تعالى عما يشركون. ما تريني ما يعدون. ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. فإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن سيئات لن نعلم بما يصفون. أعوذ بك من همزات الشياطين. أعوذ بك ربي أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت وعلى ربي ارجعون. لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائي من زهر إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فوازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم ربنا ولا بالعلينا شربتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا بنا بين الدار فإنا ظالمون. ولا نصرف فيها ولا تكلمنا.
المسلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتم سخريا حتى أنظركم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وأنا كم لبثتم في الأرض عدد سنين. لبثنا يوما حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هدايا الله الملك الأقوى لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانية المصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الخاسرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب فأنت جد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. بل إلا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لكل امرئ منهم ما كسب من الإثم والذي تعدى كبره منهم له عذاب عظيم. إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم غير فقالوا هذا يكون مؤمن. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء في الدنيا والآخرة لمسكم بما أخذتم به عذاب عظيم. تتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتجهلون وهي وعند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يقول لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي الغربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليكونوا يسمعون ويحبون أن يغفر الله لكم والله الغافلات المؤمنات يوم
وتشهد عليه عاصمته إني مجرم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق فيعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. إن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وغير لكم الدين جزاكم الله بما تعملون عليه. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم الله. قل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وأبائهن وأباء بعولتهن وأبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يبين من زينتهن. والصالحين من عبادكم وإمائكم أن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستخف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم فلا تكرهوا فتياتكم على البغاء إلى أن الناسنا لتبعوا أرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعدها إن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليك آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب ذري توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله بنور الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتألق فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله الله ويجزو من يشاء بغير حساب. الذين كفروا أعمارهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءوا لم يجدوا شيئا بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يريها ما
السماوات والأرض وضير صابات كل من علم سنعد وتشجيع والعالم بما يفعلون لله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من بعد ما يصيب بمن يشاء ويزيد عن من يشاء يكاد سنا برد يذهب بالأبصار يغلب الله الليل والنهار إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار الله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربعين والله ما يشاء إلا الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبشرات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم ما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم أجدير تتدور ما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أن يعبدونني لا يشركون بي شيئا وما كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون واعتصمن الذين كفروا مجزين بالأهل ومأواهم النار ولبئس المصير أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم ناحوا بعدهن طوافون عليكم بعدكم على فليستأذنوا فما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستخفن غير لهن والله سميع أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخواتكم
أحواركم أو بيوت حالاتكم أو بيوت حالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا واشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا سألوك لبعض جانب فسل ما شئت منه فاستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم أتجر دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون بينكم ببعض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك وحرم كل شيء وعد له زوجين من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا الله بجاء يوم يجل المجمين ويقولون حفظا
Yeah.
الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا له عذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا والمغرب وما بينهما يقعدون تعقلون قال الله إن اتخذت إلى غيره لأجرنك من المسجونين قال ونجدك بشيء مبين فأتني إن كنت من الصادقين عسى فإذا هي ضربان مقيم ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليه يريد أن يخرجكم من أرضكم بسره فماذا تأمرون Oh, my God.
ربكم من أزواجكم بنات قالوا لئن
لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. إني لعملكم من الغالين نجني مالي مما يعملون. نجينا والد والمهين عجوزا الوابرين. دمرنا الله وانظرنا عليهم السماوات الكاذبون يتبعهم في كل وادي يهيمون يقولون ما لا يفعلون. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسألهم الذين ظلموا أي مؤمن بالآخرين. بسم الله الرحمن الرحيم قاصين تلك الآيات القرآن وكتاب مبين. نارا ساتيكم منها وآتيكم بشهاد عرس لعلكم تصدرون. لما جاء نودي أن بورك أهل النار يا من حولها وسبحان الله رب العالمين. موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان. ولا مدبر ورجع يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي مرسلون. ثم بدأ وسمعت سوءاً فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. في تسع آيات ومن حول قومه أمكانها مراسلين. أما آياتنا مسرة مالها ياسر مريم. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُلْ
تتوب على واد النمل غالت نملة يا أيها النمل ظلوا مساكنكم لا يهدمنكم سليمان وجنوده هم لا يجرون فلقم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى مرزاي الطير فوانا قليلا جدد ام كان من غيره اعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه او لاتيني بسلطان مبين غير بعيدا فقال احط بما لم تهد وجدك من سبب نبيين اني وجدت امراه تبكم الشمس من دون الله وزين الله مشاهدا وما لو صدق لسبيل فما يزيد الله الله يسجد لله الذي يرجى وما في السماوات والارض ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا اله الا هو رب العرش العظيم قال سننظر اصدقت ام كنت من قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ما ذكر فإنما يشكر لنفسي ما كفر فإن ربي غني كريم أنكروا لا أشاء تنظر تتزيد أن تكون بالذين لا يهتدون ما جاء قيل أهاك عاشق بارك أنه وأوزين علم قبلها وكنا مسلمين صدى ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين لا أدخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها بار إنه سكن ممرة بغوار قالت ربي إني ظلمت نفسي السيئة أم الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قال اطيرنا بك ومن معك وعلى دائركم عند دائم الأنظمة ومن ترفعون وكان في المدينة لسعد الهدي يسدون في الأرض حرام
لنبيتنه وله ثم لنقولن لولي ما جئنا منك لوينا السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها يا أم الله فربهم يعدلون من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزنا إلى أم الله بل أكثرهم لا يعلمون من يجيب المضر إذا دعاه والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمتي يا أم الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض يا أم الله يحيي برهانكم إن كنتم صادقين لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله أخرجنا لهم دابة من الأرض تعلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يجزون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما ماذا كنتم تعملون ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله وكل ما تداعين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أخر كل شيء إنه عليم مما يفعلون ما أقبل حسنة فله خير منها اللهم فزع يومي
السيئات وقبت وجوههم في النار تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها فإنما يهتدي لنفسي وما ضل قول إنما أنا من المنذرين. وقول الحمد لله سيريكم آياتي فتعرفوها أما ربك بهذه أما يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم طاسين من آيات الكتاب المبين. يستضعف طائفة منهم يدبرونه وليس النظام إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري لا تبدي بك ربنا على قلبي أن تكون من المؤمنين. قالت لي أختي غصي فبزرت بها الدنيا وهم لا يشعرون. وعرفنا عليه المراضع من قبل فقالت ألا أدلكم على أهل بيتي يفلون لكم مولاهم عاشرون. فذهبنا إلى أمه كي تقر عينها ولا ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. أما بلغ أشده واستوى آتيناهم علما وكذلك نجزي المرسلين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه هكذا موسى هذا عليه على هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال ربي إني ظلمت نفسي ربي لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما يترقب فإذا الذي استنصر بالعبس يستزرق وقال له موسى أنك العظيم مليم. فلما أن أراد أن يقدس بالذي هو عدو لهما قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالعبس تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المسلمين. أوصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يعتمدون فيك ليقتلوك فأخرجني لك من الناصرين. فخرج منها فيتلقب على ربي ليتني من القوم الظالمين. فلما توجه تلقاه فجرب على عسى ربي أن يأتيني سواء السبيل. فلما ورد ماء امرأتين تذودان قال ما خطبكما أردا لا نصيحة الجميع وأبونا شيخ كبير.
تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجاج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من أسرارك قال ذلك بيني وبينك فأيام نجري وليت فلا أعزني علي الله ما نقول من جانب الدور نارا قال الأهلي امكثوا إني أنس نارا لعلي آنيكم منها بخبر أو جلوة من النار لعلكم تسألون ما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة يا موسى ما رأيها تهتز كأنها جان ولا مدر وعم عقل موسى بمناتها منك بعلامه أسلو يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فظنك برهبان بالرب بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلوا إليكما بآياتنا اللهم اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى لكم من إله غيري فأوغد لي يا هامان على الطين فاجعل لي زرعا لأني أنطلق يا موسى وإني لا أظن من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون وجنوده من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي قضينا يا موسى الأمر وما كنت من الشاهدين لكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لئن أرسلت إلينا رسولا ونتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى ولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل فإن لم يستجيبوا
ربك فاعلم أنما يتبعون أهواء ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين وسمع لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون وإذا يسرى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبلهم مسلمين ما صبروا يجرون بالحسنات السيئات مما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وأعلم بالمهتدين نطقا نطق من أرضنا أولم نمكن لهم حرمنا أمن عجبا ثمراتهم لجائر من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية ضادرة معيشتها وتلك مساكنهم لا تسمي بعدهم إلا قليلا وكنا نحن وارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يعبث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خيرها وأبقى يعملون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو سرمدا إلى يوم القيامة هل إلى غير ما يأتيكم بالضياء فلا تسمعون قل رأيت من جعل الله عليكم النار سرمدا إلى يوم القيامة هل إلى غير ما يأتيكم بالضياء فلا تسمعون من رحمتي جعل لكم الليل والنهار فقلنا هاتوا برهانكم وعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه في عصبة ذوي القوة قال له نصيبك من الدنيا وعصير كما دعنا إليك لن يغير المزاد في أهلك الله أعلم أنه إنما أوتيت على علم عندي ولم أعلم أن الله قد أهلك من قبله من أغراني بعد وأشد منه قوة وأثر جمع ولا يسأل عن ذنوبه من مجرم قال الذين يريدون حياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لا
بدار الأرض فما كان لو ما في عجلون وما دون الله وما كان من المنتظرين أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا حسب الناس ويدركون آمنا وهم لا يفتنون لقد فتنا الذين فلا يعلمن الله الذين كذبوا ولا يعلمن الكاذبين من حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون قال ارجو يا الله فلا تدعوا ما إلي مدعوكم فأنبئكم بما كنتم تعملون الذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فلا اتبعوا سبيلنا ولنحمل هداياكم وما هم بحاملين من هداياهم لكنهم لكاذبون فليحملن أثقالهم وأثقالا مع ذلك فليسألن يوم القيامة مما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلى خمسين عاما إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق فابتغوا إليه ترجعون فقد كذبوا أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الأرض ثم يعيده إن ذلك على الله يسير وسيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ بالأرض ولا بالسماء ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير
جواب قومه إلا أما لغسلوا أو حرقوا فأجاءوا الله بالنار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يغفر بعضكم ببعض بما ضاق بين درع وغالونا تغفر هذا فإن أمرتك ولك إلا امرأتك كانت من الوامر إلا منذرون على الهدي وليد جمع السماء بما كانوا يحصرون ورنا من آية بيرة لقوم يعقلون إلا مدينة قوم شعيبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أرسل وما كان الله يعلمه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء ثم ضربوا الكتاب واغم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفجر وكرم الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن لا مسلمون السماوات والأرض إليها
إلى نبوء أمم من الجنة والبلي بيتا لنا الوالدين فيها نعم الحامدين الذين صبروا على ربهم يتوكلوا وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله والحمد لله ولا تكن لا يغلو وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وإذا ركبوا في الفلك الأولى مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إلى أنفسكم ليكفروا بما آتيناهم أن يتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطفون السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعملوها أكثر مما عملوها وجعلوا من بينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا ثم كان عاقبة الذين أساءوا كذبوا بآياتنا وكانوا بآياتنا يدعوا الله ثم يعيدوا ثم إليه يرجعون ويوم تقوم الساعة يبرز المجرمون لم يكن لهم من شركائهم وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في عذاب مضر فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون الحمد في السماوات والأرض والعشي وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف أسنانكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمرهم فإذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم دعوة
أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم وأنتم فيه سواء في الدرة الله التي فضل الناس عليها لا تدين بهذا الله ذلك الدين القيم ولكن أثر الناس لا يعلمون يمدكم ثم يعيكم المن شركائكم من يفعل من ذلكم الا دار الفساد في البر والبحر بما كسب ايدي الناس ليضيقهم الذي يعملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبل كان اكثرهم مشركين وجهك للدين القيم من ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجعلكم بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات بسم الله الرحمن الرحيم.
السبيل والحديد ليضل عن سبيله بغير علم ويتخذها هزار أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا والله سبيل على لم يسعى أن يضل بعضا فبشر بعذاب أليم. آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات معين خالدين فيها وعد الله حقا والعزيز الحكيم. بغير عمد ترونا وألغى في الأرض رواسي أن تبيد بكم وبث بها من كل جانب وأنزلنا السماء ماء فأنبتنا بها من كل زوج كريم. أنا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وقال لقمان لابنه وهو يعظ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عليه. وصي الإنسان بوالديه حسنا حملت أمه وهنا على وعدك بصادق بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أنا إلي ثم إلي مرجعكم وأنبئكم بما كنتم تعملون. يا غير إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في سنة أو في سماوات أو في الأرض يأتي بأربع وإن الله السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين. وإذا غير لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا شجرة الأقلام والبحر يمد من بعد سبعة أبعاد جهيد كلمات الله إن العزيز الحكيم. خلقكم على بعض إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى الحق وأن ما يبدون من دون الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك الآيات لكل صبار منكم. وإذا غشيهم ما جوك الطريق أولى مرسلين الهدى وما نجاه من البر فمنهم مقتصد وما ربكم عشاء يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاهل.
ذن ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع فلا تتذكروا ثم يا أرض ثم يعود إلى من كان مقدارها مثلا مما تعود ذلك عالم الغيب أشهد العزيز الذي أحسن والله من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهن في ذلك الآيات ما فلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرس ونخرج في زرع تكون من أنعامهم أنفسهم فلا يصدرون وقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين يوم الفتح لا ينفع الذين حقنوا إيمانهم ولا هم ينظرون ربحا هو قدر إنهم منتظرون I'm a man.
ما جعل أزواجكم الله تطهرون منهن أمهاتكم وما جعل أبياكم أبناءكم أهلكم أهلكم بأنفعكم الله يقول الحق ويهدي السبيل قلهم يا أبائي مواصد عند الله فإن لم تعلموا أباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم بلا وأزواجهم أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله يا مؤمنين والمهاجرين الآن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مذكورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومن جاءهم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا وكان الله بما يعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ذنوبا تريح من روح جنود الله فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عادت فما هي بعونة يريدون إلا فرعا من الضالية المسير منا ثلاثة وما كلمتكم بها إلا يسيرا عهد الله من قبل لا يولون الأبان وكان عهد الله مسورا لن ينفعكم الفراء من الله إن أراد بكم سوءا ولا يملكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا الله المعوذين منكم الظاهرين بإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أن عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سرقوكم بألسنة حداد أشحة عليك لم يؤمنوا ما قد الله أمره من كان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي العذاب يود الله أنهم بادون خلالا يسألون عن أمائكم ولو كانوا فيكم ما ماتوا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتصديقا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم ما وغلب في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون
نبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينة إن الله ورسوله ودار الآخرة فإن الله للمرسلات منكن أجر عظيما. النبي من يد ما كن بفاحشة عشاة مبكرة يضحى العذاب للبيت ولا ذلك على الله يسير. يقنت منكن لله ورسوله وتمزر تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عبد الله اللهم اغفر توبة الله ورسوله أمرنا أن تكون اللهم الحياة من أمره أما يأس الله ورسوله وأظل قرارا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها ودرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين على جميع الأديان إلا قضى منهن ودرا وكان أمر الله مفعولا كان على النبي من حرج فيما من رجال مراكب رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم امن اذكروا الله يا كثير وسبحوه بكره واصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أعلنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن
كن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكح خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجو من تشاء منهن وتوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا تحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك أمرهن إذا ما ملكت يمينك كان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يزين وكان الله غفورا رحيما فإن لم يأت المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغينك منهم فلا يجاورونك فيها إلا قليلا إنا ضنا سادتنا
الأرض والجبال فأبينا أن والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله ودودا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض والحمد لله بالارض وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلد في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا يسأل من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. من السماء والأرض إن نشاء نخسف بهم الأرض ونزل عليهم بسم من السماء إن في ذلك الآية لكل عبد منيب. ولما ناتينا داود منا فضل يا جبال أوكلي معه والطير وعلنا له الحديد يعني ما السابقات ومدد في السد ومروزة يعني بما شهر ورواحها شهر وأصنع له عين القدر ومن الجن من يعمل بين يديه من ربي ومن يزل من ربنا تذيق من عذاب السعير يعمل له ما يشاء من معاريب وتماثيل وجفان كالجبال وحضور الراسيات من وآله يسوع ومليل من عباد ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان لسبع في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل حمد وأثل وشيء من سدر ذلك جزينا بما كفروا وبجزاء الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها بين أسفارنا وظلموا أنفسهم وجعلنا حديثا ومزعناهم كل ممزق إن في ذلك آيات لكل صبار شكور في ذلك آيات لكل صبار شكور إن في ذلك آيات لكل صبار شكور.
سيد الأمم يا سلام يا سلام سلمنا يا البلاء سلمنا من البلاء سلمنا من البلاء سلم وزد وبارك عليه صلى الله عليه وسلم.